عبده الشامسي ليلقي على مسامعكم هذه القصيدة الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة بعنوان ولاء وانتماء. على هام السحاب ومعنويات تذب صعود، أنجي في المعاني الراجحة وسجل أحسنها، أعنونها ولا وخلاص منا من صغير وعود، باسم الشعب بالمعنى نسجلها ونعلنها على العهد القوي الصادق اللي ما يكيد كود. ولاء وانتماء وكلمة الوحدة نثمنها، عرب زايد تربينا عكس بالطايلة والزود، عروبتنا وصالتنا محال أن ننثني عنها، فدى الدولة وريسها بكل غالي ونفيس نذود، معزتنا معزة دارنا لننتمي منها، ندوس اليمر بقدام حفاة والعدو مضهود، حياه بدون عز بلاش منها ما نعربنها، نحب الدار حب صادق وحب الوطن معهود، محبة دارنا في قلوبنا المعبود هيمنها، ونفاخر بأننا من دولة فيها الوفاء موجود، وفيها الطيب والطيب تواريخا ندونها، وفيها للعدو الموت الحمر والنار للنمرود، رجالا والرجولة في قلوب رجال مكمنها، تروح أرواح في اللازم وفدوى عن حمل حدود، نموت ولا نخلي الدان يدنس مداينها، كذا واصبح علمنا للنجوم العالية ممدود، شهد لنا الجميع بقوة الوحدة وتضامنها، على أمر الذي أمره وفي أمره الشعب جنود، خليفة رئيس الدولة والحكمة وضامنها، على أمر الذي أمره وفي أمره الشعب جنود، خليفة رئيس الدولة والحكمة وضامنها، تحت ظله وفي أمره مطيع صغيرنا والعود، ولا عهد الولا منا وكلمتنا نبرهنها، ولي العهد ابو خالد الفذ النادر الجلمود، قوي العزم وقت الحزم والصعبات يذعنها، ولي العهد ابو خالد الفذ النادر الجلمود، قوي العزم وقت الحزم والصعبات يذعنها، اساس الطيب والرحمه وفي كفه نار الجود، ورث من زايد الحكمه تحكم في توازنها، قيادة عادلة تبني تقدم كل يوم بزود، بنظرة ثاقبة وفكرة تسابق في تزامنها، وحفظ الماضي الخالد تواريخ وتراث جدود، سباقات الهجن والخيل والإبل ومزاينها، تواكب للحضارات وتسامي للصعود صعود بأرض الاتحاد اللي نفاخر في مواطنها، تواكب للحضارات وتسامي للصعود صعود بأرض الاتحاد اللي تفاخر في مواطنها، رجال الهم مع الوقفات مثل ما شموخ الطود، يلبون الندى في واجب الدولة وساكنها، ولا يثر عليهم علم من أنكر أصحاب الجود، أسود ما لهم في طبلة خاين يندنها، تكاتفنا وتضامننا اليوم الوعد والموعود، ولا ننسى الليادي اللي على العزة تعاونها، ندوس اليمر بقدام حفاة والعدو مضهود، حياه بدون عز بلاش منها ما نعربنها، على العهد القوي الصادق اللي ما يكيد كود، ولاء وانتماء وكلمة الوحدة نذمنها. وسلامة السامعين والمشاهدين. صح لسان الشاعر حمد بن سالم بن العبدة الشامسي على هذه القصيدة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا بكل مكان، نحييكم مرة أخرى بهذه الانطلاقة مع انطلاقة ثالث أشواطنا، شوط الثنايا البكار المحليات الثمانية كيلومترات مسافة، وانطلاق هذا الشوط هناك المقدمة، المركز الأول مبعدة لحمد بن عبيد بن حلوس العامري مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الضبي للسيد محمد بن مخيت بن مبارك المحرمي مع المركز الثاني، المركز الثالث. تصل هناك رسالة وتقدم رسالة بهذا الشوط أنها تحقق إنجاز بجائزة زايد الكبرى مع المركز الثالث لحمود بن سعيد بن محمد العفاري، المركز الرابع
تصلنا هناك حشمة لسعيد بن بطي بن سيف السبوسي والمركز الخامس. هناك من وصلنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اللي وصلت هناك حصة مع المركز الخامس تعود ملكية لي خالد بن محمد بن صالح الجنيبي، والمركز السادس يصل في هذه اللحظات هناك زعفرانة لعوض بن مظفر بن خموشة العامري مع المركز السادس، راعي حكمة يشارك بهذا الانطلاق مع المركز السادس. المركز السابع هناك اللي وصلت الشاهينية لأحمد بن سيف بالزفين المهيري مع المركز السابع أو المركز الثامن المركز التاسع. إذن مشاهدينا الكرام مع انطلاقة هذه الشعارات المتواجدة من أجل تحقيق الناموس بهذه الفعاليات وهذه الرياضة، رياضة الهجنة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. الله الله الله، اللي هي هناك هملولة لصالح بن محمد بن عنودة العامري مع المركز الثامن والمركز التاسع، تصل في هذه الانطلاقة بينونة لأحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي مع المركز التاسع في هذه اللحظات وهذا الانطلاق المتميز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام المركز العاشر تصل في هذه الانطلاقة الضبي لمبارك بن عنزاب بن خاتم النعيمي مع عاشر المراكز. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا لعشر المراكز الأولى. ونعود نعود وجسر العبور، جسر العبور والعشر المراكز الأولى اللي عبرت بهذا الانطلاق. نعود إلى المركز الأول، نعود مع المنطلقين في المقدمة، نعود مع الصدارة. هناك مبعدة، مبعدة بدأت تباعد عن المركز الثاني، تعود ملكية السيد حمد بن عبيد بن حلوس العامري مع المركز الأول. المنطلقة في هذا الشوط المتميزة مع الصدارة. هناك المركز الثاني، وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام الزعفرانة مع المركز الثاني لعوض بن مظفر بن خموشة العامري. يتواجد هذا الشعار بهذه المنافسة القوية. يا سلام اللي وصلت في المركز الثالث في هذه اللحظات. من وصلنا أيضا الضبي للسيد محمد بن مخيت بن مبارك المحرمي يصل إلى المركز الثاني، عينه على المركز الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إذن الثلاث المراكز الأولى. المركز الرابع حشمة لسعيد بن بطي بن سيف السبوسي مع المركز الرابع، ولكن أيضا من غير في هذه اللحظات الشاهنية لأحمد بن سيف بالزفين المهيري يتواجد أيضا مع المركز الرابع في هذه اللحظات. الله الله الله. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام أول نداء لبراقة، براقة لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري يصل مع براقة على المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهذه الاندفاعة. أيضا من يصل مشاهدينا أعزاء هناك التغيرات جارية مع المراكز المتقدمة في هذه المنافسة. الظبي لمبارك بن عنزام بن خاتم النعيمي، لكن أعود إلى المركز الأول، أعود مع أول المنطلقين من البداية. مبعدة، مبعدة مع المركز الأول، مبعدة مع المركز الأول لسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري. الله يا العامري مع المركز الأول مع المنطلقين من البداية، لكن الشعارات وصلت أيضا تتنافس بهذه المنافسة القوية مع الشعارات التي تتواجد بميدان الوثبة عاصمة الميادين. هناك مبعدة، مبعدة لازالت مع المركز الأول، تعود ملكيتها لحمد بن عبيد بالحلوس العامري، هو من يقود هذه الجموع والمشاركين بهذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية لأحمد بن سيف بالزفين المهيري مع المركز الثاني. براقة وصلت مع المركز الثالث للسيد محمد بن غانم بن حمودة الظاهري مع المركز الثالث. الثلاث المراكز الأولى المتقدمة بهذا الشوط بهذا التحدي. هناك أقبلنا إلى الكيلومتر الأخير، كيلومتر الأخير المتبقي عن نهاية الشوط، ولا زالت مبعدة، مبعدة لا زالت صامدة صماد الجبال السود مع المركز
الأول الخمس المراكز الأول في هذا الموقع. براقة ومبعدة، براقة ومبعدة، ولكن مبعدة لا زالت مع المركز الأول بهذا الشوط مع هذا الانطلاق وهذه المنافسة القوية والمبدعة مع هذا الشعار. هناك المركز الثاني الشاهينية لأحمد بن سيف بالزفين المهيري، هو من يحتل المركز الأول وغير، ولكن بينونة والشاهينية، بينونة والشاهينية. براقة تحركت، تحركت براقة، انطلقت براقة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المركز الأول، أول المنطلقين مع براقة بهذه المنافسة بهذا الأداء الجميل والمتميز لمحمد بن غانم الحمودة الظهري مع المركز الأول بهذا الشوط بهذا التحدي. ولكن هناك المركز الثاني من ياسر راشد بسعيد بن منانة الاشتبي يتواجد أيضا مع المركز الثاني. يا سلام، لكن براقة هي من انطلقت وسيطرت على المركز الأول بهذا الشوط. مياسة، براقة، براقة، مياسة، اللحظات الأخيرة المتبقية عن نهاية الشوط. تهانينا والفي مبروك محمد بن غانم بن حمودة الظهري على فوز براقة في المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني مياسة لراشد بن سعيد بن منان الكتب. المركز الثالث وصلت هملولة السيد محمد بن علي بن حمد المري. المركز الرابع اللي وصلت الشاهني لأحمد بن سيف بالزفين المهيري. المركز الخامس رسالة لحمود بن سعيد بن محمد العفاري. إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، تهانينا وألف مبروك للسيد محمد بن غانم بن حمودة الظهري على فوز براقة في المركز الأول وحصولها على هذا الشوط. لحظات وصولها وتوقيتها الزمني مشاهدينا متابعينا بكل مكان. ها هي لحظة وصول الشاهينية، وصول براقة في المركز الأول لحصول محمد بن غانم بن حمودة الظهري على المركز الأول بهذا الشوط. تهانينا للسيد محمد غانم بن حمودة الظهري بفوز براقة. 13 دقيقة ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن غانم بن حمودة الظهري على فوز براقة في المركز الأول. المركز الثاني اللي وصلت مياسة مع المركز الثاني للسيد راشد بن سعيد بن منان الكتبي. قطعت المسافة 13 دقيقة ثانيتين جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وكان من نصيب هملولة من حصلت على المركز الثالث للسيد محمد بن علي بن قريع المري. توقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة أبوظبي الرياض.